أزول المستمعين، أزول الجمهورين الشرفاء اللي يشاركوا معنا اليوم، كاين توما تنق حميد، توما تنق أكسلسون، وتوما تنق كرافت. مرحبا بكم كاملين. كنشكر المستمعين اللي كيتبعوا هذه القناة. اليوم عندنا جوج مواضيع اللي غادي نحاولوا نقشوا ونفهموهم مع الجمهورين اللي كيشاركوا معنا. كاين الموضوع الأول اللي غادي نهضروا على الثروات اللي كتنهب من بلاد ديالنا، اللي كينهبها محمد مديوري القلاوي باش يبني المستشفيات ويدير استثمارات لي زانفيستيسمون في الافريقيه. هادو غادي نناقشوا هاد المواضيع هذا. وغادي نبداو بواحد السؤال تومة النغ حميد. تومات حميد، علاش محمد المديوري القلاوي كيبني في الافريقيه والناس وفي المغرب ما كيبني لهم حتى مستشفى؟ خويا شكرا لك، شكرا الناس المشاركين معنا كالعاده، شكرا هو اكبر شكر الناس اللي كتابعنا واللي كتبت لنا بالتعليقات ديالها والاراء ديالها على الفيديوهات وعلى الخدمه اللي كنديروا، فتحيه لكم اجمعين. الاستثمار المال، انا ما عندي حتى مشكل، انا الا كنت انا كمواطن مغربي وعندي شويه الفلوس وبغيت نمشي للكونغو، بغيت نصاوبو زين نبني شي حاجه، شغلي هذاك فلوسي هذيك. ولكن المشكل عندنا بانك تهز فلوس الشعب الجيعان العطشان المريض الفقير وديها تمشي ديرها في افريقيا، فهذا شيء ماشي منطقي. هذه ديكتاتورية، هذه كتبت لكم ديكتاتورية بأن ديك الحكومات وذاك البرلمان وذاك هذيك المنظمات كلها مسائل صورية، فلوسكم اللي تخسر عليكم تهز وتمشي تبني مستشفيات ولا باش يدير هو من بعد منها. راك تعرفوا الطريقة كيديروها كاملين، يجي يبني لك مستشفى ولا جامع ومن بعد عاد يدير لوزين باش يقبلوا لا بوبولاسيون، الشعب يقبل عليه، راه دار لنا سبيطار، راه دار لنا، ومن بعد ياكل لك رزقك. ولكن باش ديرها بفلوس الشعب، فهنا فين كيلعب معنا في الخطر، وهنا فين ما متفقينش مع احنا سالينا احنا من اتفاق ما بقين، ما بقات عندنا معك حتى اتفاقيه. ما نطولش الكلام، نخلي الكلام للاخر. أتوبت حميد، بقى معايا، عندي واحد السؤال. عافاك، كنسمعوا حتى في الخطاب ديالو كيهضر لنا على الافريقيه وكيهضر لنا على المشاريع اللي كاينين في افريقيا، فاش هاد المشاريع كيهموا الحياه ولا المستقبل ديال المغاربه؟ ما كتهمنا في حتى حاجه، وهذاك الشيء اللي دار في لا كوت ديفوار، واللي دار في الكونغو، واللي دار في جنوب السودان. جنوب السودان بنى لهم عاصمه، اش غير بعد الشعب المغربي من هاد العاصمه، وجاب داك الكلب ديالو الفهري وقال لك لا سيدنا وصاحب الجلاله كيستثمر كتستثمر اوكي استثمرتي باسمنا، وفينا هو هادشي اللي استثمرتي اش رجع لينا حنا؟ واش كتستثمر تبني المساجد والطرقات والعاصمات والمستشفيات وانا الناس كتولد في الزنقه؟ فإلا كان شي انسان عنده عقل يفكر معنا، وحنا استثمرتي وحنا ما متفقيش، تشاوروا معنا على فلوسنا هذه، على ما تستثمرهاش في البلاد غتستثمرها في افريقيا، نتشاوروا. انت اغتصبتينا، انك ما كتشاورش معنا، كدي فلوسنا. اغتصاب ثاني، اغتصاب ثالث هو انك كتحقق الارباح للشركات ديال الباب ديالك، ديال المناجم، ديال التليكومونيكاسيون، ديال الابناك. هو دار الفلوس ديالنا صيفطها للسبيطارات والمساجد، ولكن هو عاد دخل بالفلوس الاخرى ديال الابناك وديال التليكومونيكاسيون ديال، خدا الصوره زوينه على حسابنا حنا، ولكن الربح كيرجع له هو، حنا ما كنشوفوا منه الا البؤس والموت. شكرا فري. شكرا تومات حميد. تومات اكسلسون ازول، واش بغيت تعاقب على هذا الشيء اللي تقال في السؤال هذا؟ أزول تومات تعريس، أزول الأحرار، أزول المستمعين، تنبت وطبعا كاين تعقيبات وكاين إضافة. القضية ديال اللي تكلم عليها تومات حميد صحيح، لأن السؤال اللي كيعنيك غادي نحاول غير خطوط عريضة على هذا، لأن هذا موضوع كبير بزاف. علاش هو كيستثمر هذا الطاغوت هذا المفترش، علاش كيستثمر في إفريقيا؟ علاش؟ لأن الدول
كلها اغلب وإلى لاحظت كلها دول ديكتاتوريه، لانه ما يقدرش يستثمر في الدول الديمقراطيه، بمعنى ان الاستثمارات بمعنى هاد الثروات اللي كيلبها من الشعب ديالو كيسرقها من الشعب وكيحطها كعباره عن استثمارات، الى حطها في يعني في الدول الديمقراطيه كيشوف الامس او عفوا الغد انه سيحاسب امام هذه الدول الديمقراطيه، ولهذا كيهرب الثروه ديال الشعب كيسرقها وكينهبها بمساعدات البرلمان والجمعيات والاحزاب اللي ساكتين هما اللي كي يعني كيزكيو ليه هذه السرقه، وكيعني كينهب يعني بدون مراقب بدون. اذا كنعتبرها بان هذه ماشي دوله، اذا عباره عن عصابه تستعمل جميع الوسائل باش يعني تنهب هذا الشعب، ومازال النهب مستمر. المهم يعني ليس هناك دوله. واخا غادي نرجع عندك توما تاكسل واحد السؤال واحد اخر، غادي نفوتوا السؤال توما النخكراوت، توما كراوت كما قال ذكر دابا توما تاكسلسون. واش هاد الاستثمارات كيستمروا تما في الافريقيا باش يبيضوا الاموال المسروقه ديال الامازيغيين والمغاربه بصفه عامه؟ أزول في اللون أي رفيقني عزان أزول الكلام، يعني عندنا واحد المثل الشعبي يقول لك تبع الكذاب حتى الباب الدار. احنا باش نثبتوا الكلام اللي غادي نقولوه دابا في الحصة ديالنا هذه، شخصيا سمعت الخطاب ديال الهالك الأكبر بمناسبة احتفال المسيرة الخضراء، من ضمن الجمل اللي انطق بها قال كلمة اللي حقيقة صدمتني، والكلمة كالتالي، الجملة كالتالي، تقول: بما أن العرب يطالبون بمشاركة المغرب الكبير في بناء نظام عربي جديد. يعني معناتها بالكلام العام ديالنا بالدرجة، العرب شكون هما؟ سي لانترناسيونال عرب، يعني الدول ديال المشرق اللي ضمنيا وفي النسبة الكبيرة هي الإمارات، الكويت وما يشبه، عندهم مملكات. بغاو يديروا المغرب كأنه ينتت دو بون، يعني جسر عابر لخدمة المصالح المالية والسياسية ديالها، يعني ويقولها لا حشمة لا نشمة، يقولها يعني علنيا. ما معنى الكلام هذا؟ لا داعي لشرح فلسفي يعني أو سياسي عميق باش نفهموا المفردات هذه، المفردات وحدات شرح نفسها لنفسها، باش نوريو النية الخبيثة ديال المضمون ديال الكلام هذا اللي تقال. يحث النظام الهالك ويساعدوا ويشجعوا بأنه يكمل ينهب ثروات ديال مراكش ويستعملها كأنها استثمارات شخصية، بينما الأموال الصادرة من بلاد مراكش هي ملك للجميع. أش هو الشيء اللي يديره؟ وهذا تشجيع من الدول هذه تقول له يلا يلا احنا ندعموك. وكيفاش يعني نتيقنوا بالشيء الكلام اللي انا نقوله صحيح؟ الثروه ديال الهالك حسب مجله فوربس اللي هي مشتغله بهذه الامور هادو تخليه تقول باللي الهالك هو في المرتبه الخامسه باكثر من 8 مليار و400 مليون دولار كثروه شخصيه. منين جاوا الفلوس هادو كامل؟ منين جاوا الفلوس هادو كامل؟ ويدير فلوس مسروقه توما كرافت؟ لا لا، انا عباره الكلام عن تساؤل، لكن ماهوش تساؤل حق في الحق، هو يعني تعبير مجازي كي نقولوا بني جواهر، راه تعبير مجازي. على بالنا بلي شكون هو الانسان اللي يلم 8 مليار و400 مليون دولار في حياته، خصو يعيش 100 مره باش يلم الفلوس هادو. يا ربي زيدنا بزياده. شاي يدير هاد الهالك هذا الفلوس هادو؟ مين يدير كما قال خونا يستثمرها في بلدان ما فيهاش ديمقراطيه وما فيهاش شفافيه وما فيهاش حسابات؟ سو لا بروتيكسيون دو لا فرانس، فرنسا اللي راهي تحمي فيه وتقول له يلا ورانا هنا شي ما يطرالك. وشاي يدير
هاد لي فويت دو كابيتو هو يسميها سي دي زانفيستيسمون ديريكت لكن هي سي دي فويت دو كابيتو اون ترافير يستعمل واحد القناه اللي هي سي دي سكون ابل دي هولدينغ منهم كانت التسميه ديالو قبل لوفيس لومنيوم نور افريكان لونا اللي رجعت بار لا سويت لا سوسيتي ناسيونال دي زانفيستيسمون الشركه الوطنيه للاستثمارات فيها تجاري وفا بنك فيها لا بي ام سي او فيها ماروك تيليكوم ايتترا والشيء المميز في هذه العمليات هذه زياده عن الفلوس ديال المغاربه اللي تمشي لهذ الدول راهو يخلق مناصب شغل في هذه البلدان وعنده 7.5 مليون ديال الكليان في افريقيا السوداء في اكثر من 10 بلدان ولا بي ام سي او موجوده في 18 بلاد وماروك تيليكوم موجوده في 11 بلاد هادو الناس كامل الفلوس ديالها داخلين نجيبو هو ما داخلينش في الخزينه ديال المغرب وما يكفي اوكي شكرا تومات كرافت غادي نرجعوا لك السؤال اخر تومات تاكسلسون واش بغيت تعاقب على هادشي اللي قال كرافت والسؤال واش هاد ديزافيستيسمون كما قال هاد الاستثمارات كما قال تومات كرافت في افريقيا اوامر ديال فرنسا ازول ازول مره اخرى طبعا طبعا هذه واضحه يعني الكلام واضح بان فرنسا هي اللي كتشرف على هذه الجرائم اللي كيقوم بها هذا النظام الرميم ديالها حنا كنقولوا ان فرنسا هي اللي وضعت لنا هذا النظام وهذه العصابه من 56 لحد الان ومازال هي اللي كتشرف على جميع الجرائم كما تكون سياسيه اقتصاديه اجتماعيه هويه هي اللي كتقوم بهذه الجرائم وكتشرف عليهم في البلاد إذن هي طبعا كتضمن ليه هذه السرقة اللي كما قالوا الأحرار أنها حتى يحاول يوظفها كاستثمارات وإنما فقط أن يبين يعني العالم ويبين حتى الشعب المراكشي بأن يستثمر خارج هذا هو السؤال المطروح كيف أنت كتستثمر كدير المساجين المساجي والمستشفيات والمدارس وكذا في دول إفريقية ديكتاتورية والشعب ديالك يعني يفتقر لهذا الشيء يعني البنية التحتية يعني والموائع يعني القضايا اللي هي رئيسية اللي يعتمد عليها المجتمع يعني غير موجودة يعني هذا تساؤل يعني كبير وتناقض التوجه ديال هذه العصابة اللي كتسرق بشكل واضح الشعب تحت مسميات انها استثمارات وفي نفس في نفس الوقت تبييض الاموال تبييض للاموال وهذا يعني تقسم ما بين المفتاريس والحاشيه ديالو يعني العصابه ديالو وفرنسا طبعا فرنسا هي اللي كتشرف وكتحمي هذه السرقات اللي كيقوم بها المفتاريس ما يسمى بوزاره القصور القصور الملكيه الميزانيه ديالها كتعرفوا يعني الميزانيه يصادق عليها البرلمان يعني كيغمض عينيه وكيهز يديه وكيصادق عليها الاحزاب غير موجوده لانها غير وطنيه لا تعارض لا تتكلم لماذا هذه الميزانيه لا تحاسب هذا اللي كيسميوه رئيس الدوله رئيس هذا المفتاريس يعني السلوكيات ديالو واش كيدير اذا حنا واحد العصابة عايشين مع واحد العصابة اللي كتحكم الشعب وكتدير فيه ما بغات كتبيع جميع اللي موجود يعني سواء فوق الأرض بالسكان ديالو بالطبيعة ديالو يعني كما قلنا ذاك ما حتى بالأكسجين ديالو أي أجنبي يجي يسرق وينهب الثروة ديالو مقابل عمولات بالملايين لها من العصابة اللي موجودة عندنا في أرضنا وتنمير شكرا تومات أكسلسون تومات حميد هضرنا دابا على هاد الاستثمارات وهاد الشهادة اللي كتسرق من البلاد ديالنا واش البرلمان كيتسائل على هاد الاستثمارات على الأموال ديال الشعب المغربي اللي كيتسرق وكيمشي لإفريقيا أسمح لها التأخر لأن مشكل تقني على إين البرلمان البارلومان البارلمان لمان دار الأمان أنها مسألة ديال الناس كتدخل كتخلص كتمشي تنعس تبنى
كيعطيو ديك الصبغه القانونيه، القانون شبه قانون، وكيولي قانون وكيصادقوا عليه 100 الميزانيه ب 100%، كيحضر كل شيء وكل شيء كيصادق. دوله ما فيهاش معارضه، ما كاينش واحد فيهم يقول لهم لا راه بزاف وهزتوه وعطيتوه، ما كاين شيء. اذا هذا اللي هضر تواد حامد يديه الحبس. راه الناس اللي هضرت راهم عرضوهم التران، قطعوهم بالمنشار به ولا سميتو باها اللي داروا في التران، والاخر اليزيدي ولا راه نفس القضيه. هذوك الناس شموا فيهم بما ان غادي يقولوا لا، فحيدوهم منهم من الطريق نهائيا باش كيبقى الخنوع. اي حاجه كدوز ديال الملك فيها اسم الملك، الله يجعلها تكون حتى السم، وياكلوا هذوك هما ياكلوا. وانا بغيتو هذه المره يدير لهم الحلوه فيها السم ويقتل دين مو داك البرلمان كامل ويهنينا ونتهناو حنا كاملين. ها صاحبي، اش هذا البرلمان، اش من دور عنده، اش من هاد الاحزاب ولا نقابات ولا منظمات. اي حاجه مذكوره فيها اسم الملك تمر 100%. بالعكس، انه اخر مره ثلاثه التصويت، ثلاثه ثواني، ثلاث ميزانيه القصور، يعرفتي الا تعطلتي ما هزيتيش يدك قبل من الاخر راه غيتحاسبوا معاك، ما تاكلش الحلوه. فهزوا يديهم في ثلاثه ثواني، تمت المصادقه على ميزانيه القصور الزياده اللي فيها. وهادو كتنتظر منهم غادي يقولوا لي فين ديتي فلوس الشعب، ديتيها ليه؟ وهما لا بليبار ديالهم ما يعرفوش يكتبوا سميتهم، كلهم غير بيع وسمساره. المهم انا كنظن بان الخوت المستمعين اللي كيسمعونا راه كيعرفوا هذه الاغنيه، طبنا باش نعاودوها، راكم عارفينها، وصفوها الناس اللي ما عارفينش، وكيعتقدوا بان راه دوله قانون، مؤسسات، عندنا برلمان، عندنا دستور، ما عندنا حتى حاجه، عندنا بوليس والزروطه. مايك فري. شكرا لك توبه حميد. غادي نفوتوا الموضوع الثاني. الموضوع الثاني غادي نهضروا شويه على ديك السجلات وهذوك الاوديوات اللي كيخرجوا من السجن. نبداو بتوبه تاكسيلسون. توبه تاكسيلسون، واش هذوك الاوديوات اللي كيخرجوا من السجن فين كاين المختطفين مزورين؟ زول مره اخرى تلميت بالنسبه للاوديو او التسريبات اللي كتخرج يعني من السجن، هي فقط يعني انا كنعتبر اي فقط لعبه من المخزن العصابه العالميه، بمعنى ان ذاك التسجيل كيساهم فيه هذا النظام في التسريب ديالو باش يحاول يضرب عصفورين بحجر واحد، لان يحاول ما امكن يزيد في تعذيب المختطفين، وثانيا يزرع البلبله بين الاحرار ديال حراك الريف، سواء داخل الريف او خارج الريف بخصوص اوروبا. اذا هو القضيه ديال يعني مثلا مدير ديال السجن تم اعفائه، هذه فقط لعبه، وهو وعلو دوك الموظفين هذه فقط لعبه كيقوم بها باش يبين هو الاعلام اللي راه في يده، لان الاعلام راه يعني تكسو بمنبطح رهين تاع هذه العصابه العلويه، انه راه قام يعني بواحد يعني كسميتو انه يبرر علاش ان التسريب خرج، بمعنى ان الاعلام والاحزاب يعني كل ما يسمى مؤسسات الدوله بين قوسين هم غير عين موجودين، انهم غادي يحاولوا يبينوا للعالم او خاصه القانونيين او الحقوقيين ان هذه السياسه اللي قام بها المخزن راه داخله في القانون الداخلي ديال المغرب، يعني طبعا انه خصو يتعاقبوا هاد الناس اللي خرجوا هاد التبرير، عفوا هاد التسجيل، سواء الموظفون او سواء يعني المختطفون او الرهائن اللي عنده. وداك الشيء اللي دار ضرب عصفورين بحجر واحد، خصو لابد يزيد في تعذيب المختطفين، وفي نفس الوقت يزرع البلبله بين الحراك او الاحرار ديال حراك الريف. هذا الشيء اللي بغيت يعني. شكرا تومات كسلسون، شكرا لك بزاف. تفوتوا السؤال تومات نخكرافت، تومات كرافت، علاش هاد السجلات جايين ديما من نفس الشخص؟ شكرا خويا طاليس.
التسجيل تم حسب رأيي الشخصي باحتمالين، يا إما بطلب المخزن، يا إما بفرضه فرض منه، يعني هو فرض تسجيل. وفيه شطرين بالنسبة للمحتوى، كان المواضيع التي طرق لها هي مرتبطة أولا يا إما ماشي يا إما بي، الشطر الأول هو الإهانة والتعذيب اللي كان ضحيته المختطفين. الشطر الثاني فيه التنديد بحرق الراية، والسؤال الذي يحضر على بالنا يعني اللي خصنا يعني يجينا في أول وهلا يجينا بين عينينا، علاش لماذا ناصر هو الوحيد الذي يتكلم باسم المخطوفين، علاش غير ناصر اللي يهضر باسم المخطوفين؟ هل هذا الموقف اختياري أو افتراضي يعني ملزم من طرف المخزن؟ حسب رأيي ديما يعني نبقى في الرأي الشخصي ديالي، هذا الشيء هذا يصب في خانة ربط المطالب الجمهورية بفرض واحد يعني المفهوم لتقزيم وتصغير وتقليص النضال والريادة ديال المطالب تاع الآخرين، تاع الخوت اللي مسجونين ومحبوسين ومخطوفين مع خونا ناصر. وهذا الشيء علاش؟ لتسهيل تصفية المواجهة، سي بور مينوري بور ديمينيي لا فورس سيمبوليك دو ناصر الزفزافي كوم ليدر دو حراك. هذه نوعيا وكميا يعني يقيسوا الصورة هذيك ويطيحوا في المعنويات ديال النضال، ماشي ديال الشخص، ديال النضال. دونك خصنا نفهموا شي حاجة، الخطاب السياسي لجلول معروف انه خطاب موزون ومرتب وعنده قوة، عنده الى اون سيمبوليك، الى ميساج كي تري تري بيرتينو. هذا الشيء يعتبر كخطر على المخزن لانه يفضح حقيقة المخزن ويصعب المهمة تاعو، لكان بغى يسكت الناس اللي راهم داخلين في هذا لا ديناميك ديال لا ريفونديكاسيون ريبوبليكان. هذا هو الشيء اللي يعني نشوفه انا يعني باللغه ديال العامه. بغيت نكمل يعني افيك اون فراز بالفرنساويه للناس اللي تفهم مليح الفرنساويه. لوبجيكتيف دو مخزن سي ديرودي لا فورم اي لاكويتي دو لا سيمبوليك دو لا كونتيستاسيون كي كولي ديجا او ديبار او فرير ناصر الزفزافي. وشكرا. شكرا لك توبت كرافت، شكرا لك بزاف توبت حميد. مي كنسمعوا هذا الشيء هذا ومي كنشوفوا باللي وقفوا هذاك المدير ديال هذاك السجن فين كان فين خرجوا هذوك التسجيلات هذو، واش هذا الشيء هذا ما كي بينش باللي كاين واحد المسرحيه مسرحيه عالميه ديال هيتشكوك هذيك، يعني ولا فيلم من الافلام ديال بوعو يخلعوك انت بان راه تم توقيف هذه المسائل كلها كتدخل في داك في المساله اللي كنقولوا باش يوثقوا هما بان راه ما كانش تعامل بيننا ولا فرضنا ولا رحنا عاقبنا المدير وثلاثه ديال الحراس توقفوا. وانا كنتحداكم يا المغاربه، كنتحداكم اللي كتسمعوني كتعرفوا الاسم ديال المدير وديال الناس الموقوفين، شوفوهم فين غيمشيو، غيتبدلوا ما يبقاوش في ديك المدينه، هذاك غيدخل لشركه، الاخر غيمشي لجهه اخرى، كلهم غيرجعوا الرواتب ديالهم غتزاد. فهذه اكثر من مسرحيه، هذه اضحوكه كيضحكوا على الشعب النائم المغيب الكوما شعب. يعني يا تومات حميد المخزن كان باغي باش هذاك التسجيل يخرج ياك؟ بطبيعة الحال كان باغي، ولكن باش يغطي بأن
ناس عاقوا، ناس داروا بزاف الاخوان داروا فيديوهات بان عاقوا، بان المخزن اللي باغي يخرج داك الشيء يخرج داك الفيديو، فهو غايقول لك لا احنا عاقبنا، عاقبوا جوج، عاقبوا اللي خرج واللي سمح بالتخراج، وهي المخرج هو واحد، هو القصر الملكي وداك الملعون ديال المستشار ديالو. التمثيليه ما غتضحكش على الناس اللي عندها شويه ديال العقل. احنا ما كنثقوش في اي كلام كتقولوه نتوما ولا كتسحبوا بشوف تي في ديالكم، غادي تقلبوا تم توقيف وتا وحق العائله المحبسيه فرقوهم على السجون تمثيليه اخرى، العائلات ما عندهاش الحق تزور تمثيليه اخرى، ما عندهمش تليفوني تمثيليه اخرى. بعت واحد بعته فيها طبيبه شرعيه تمثيليه، السيد مضروب وتصيفطوا ليه مرة تقلبوا كتعرفوا ناس اصوليين، يعني ناس ملتزمين عندهم قواعد، المرأة ما غتدخل في الحبس تقلب واحد الانسان فين تضرب. فهذه التمثيليات ديالكم انا كنتحداكم، عيطوا على سويسري على الماني بلجيكي هولندي طبيب يمشي يقلب هذاك الانسان، وخليونا من هذه الاخاديع. وتحيه لكم اخوت. شكرا لك تومات حميد. تومات اكسل سون، دابا حنا سمعنا تومات حميد قال لك باللي هذا الشيء كله تمثيليه وما كاين حتى شي حاجه حقيقيه، ولكن دابا هذا الشيء هذا بغى المخزن وعلى راسه محمد المديوري القلاوي باغي يوصل واحد الرساله واضحه، يعني ما خصكمش تحرقوا الرايه العلويه. هذه هي الرساله اللي خرجت بهذه التمثيليه كل شيء. واش حنا واش الجمهوريين الاحرار خصهم يديروا العكس وخص هذيك التحريق ديال الرايه تولي شي حاجه مهمه؟ تم التاريس صحيح، وانا كنزكي واش نقول الاحرار تومات حميد وتومات كرا صحيح. القضيه ديال التسريب هو راه ساهم فيها، لانه هو المخرج، هو يعني المفبرك ديال التسريب ديال هذا الشيء. لان علاش كما قلت انا كما قلت ان الريف وهاد العصابه العلويه كيتمشوا بشكل متوازي، ما عمرو يتلاقاو. اما ان الريف سيتحرك او ان هذه العصابه ستقتل جميع الريفيين، تدي الاباده الجماعيه. اذا ليس هناك خيار ثاني، هو بغى يضرب عصفورين بحجر واحد. الهدف ديالو الاسماء الاول هو انه هو بغى دائما غادي يكون ذاك الموقف العدائي ضد الريف والريفيين، وراه هو العداء ديالو راه من 1921 مرورا 58 و84 وزيد لحد الان ومازال كيستمر، وهذا راه وضحوا للعالم. ثانيا باش يخلق البلبله بين الاحرار الريفيين. هنا غادي يجي القضيه ديال العالم. طبعا يعني ذاك العالم او ذاك اللي يسمى بالعالم ذاك الشرويطه هي اولا معاديه للريف كارض وكشعب، وهي هي ذاك الشرويطه هي اللي هاجمت الجمهوريه الريفيه ديال 1921 والشرعيه، واغتصبت يعني بالتحالف الثلاثي. وهذا العالم هو اللي الان ما زال يسيء للريف والشعب، يحاصرهم على جميع المستويات، وكيقوم باعمال اجراميه يوميا لكي يبقى هذا الشعب او هذا الانسان الريفي دائما تحت رحمه هذا الاستعمار العالم. التهجير، التهميش، الإقصاء، الاختطاف، عدم الاستثمار من 58 لحد الآن، منطقة عسكرية وظاهر من 1958 موجود معروف في. إذن هذا الظاهر إما يعني لا يمكن يعني باش نقول هذا الظاهر إلا بظاهر آخر هلك. هذا الظاهر ما يجيش إذن غادي التغيير خصنا بود الريف يتحرر باش يعني هذا الظاهر يعني ينمحي وينضفي. لابد من الريف يتحرر ويستقل عن هذا الاستعمار العالمي. وتنبت. شكرا توما تاكسلسون. توما كرافت واش بغيت تزيد شي حاجه ولا تعقب على شي حاجه على هذا السؤال هذا عافاك؟ لو سمحت. نعم، الشيء اللي بغيت يعني بصفه وجيزه، لا مفهوم اخر يجنى من عملية حرق الراية
إلا التنديد والاستنكار من وجود الاستعمار، الاستعمار الغربي عبر العائلة العلوية الهالكة حاليا والمرتزقة الذين يقومون بأبشع العمليات سواء كانت تجارية أو اقتصادية أو مهما كان النوع ديالها. يعني الشيء اللي أنا نقوله، لهذه الأسباب يصبح أو تصبح عملية حرق الراية ديال القراصنة العلوية واجب فرض، لأنه هي الطريقة الوحيدة للتنديد بكل ما يجره هذا النظام الهلكي. بصفة أخرى، لا سمحت لي نقولها بالفرنسوية، لا فامي رويا لا لويت على بون لا فامي لا لويت est en réalité une régence, c'est un sous-traitant du colonialisme, en particulier le colonialisme français qui existe sur la terre de Hamon Rakoche depuis les accords de Madrid de 1881, en passant par les accords des îles Canaries, en passant par les accords d'Aix-les-Bains. En fait, la France n'est jamais partie de la terre de Hamon Rakoche. Et les Alaouites sont les sous-traitants du colonialisme français, sur tous les plans. Wa shukran. Shukran lika Thomas Kram, shukran. Oui, qu'il y a un peu plus de temps. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire. Shukran. أرجو أن لزاما على الأحرار في مكانه يعني يحرقوا هذا ما يسمى بالعالم المغربي، يحرقوا لأنه فرض وواجب مقدس، لأن هذا العالم يهين للأموراكوشيين للشعب بأكمله. إذا كان رجو من كل أحرار اللي يعني كي يعني يبغي باغي الحرية، باغي يعيش بكرامة، يعني يحرق هذا العلم في اللايفات، وسوف يبقى حرق هذا العلم بشكل عادي في المستقبل القريب. وهذه هي الملاحظة اللي بغيت يعني نشيلها، وتنبيه لكم وشكرا لكم كاملين. مايكل، شكرا توماس كسيلسون، شكرا لكم كاملين، شكرا للمستمعين، وكنعطيكم الموعد السجل المقبل، وكنشكركم على المتابعة في القناة ديال المغربون وطنون الجميع، وكنشكركم وأزول لكم.